السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. تعطلنا عليكم احنا شي فيديوهات في هذه الايام هذا، لحقاش كنت مريض ديال بصح صراحه، وبغيت شويه الراحه وتبنتي كانت مريضه صراحه. اليوم تا جايه عندنا الاخت ديال لويز ضيفه، قالت لنا انا جايه عندكم، قلنا غادي معاتي ما كاين الصاد صراحه، قلنا غادي نديروا شويه ديال الباربيكيو. لويز بغات الباربيكيو نديروا لاختها اللي غادي تجي عندنا دابا، يعني نديروا الشوا ونديروا المسائل بحال هكا. لويز راه كتوجد دابا، هادي كفتها دابا كتوجد. لويز شنو كتوجدي؟ لام كفتها، لام كفتها، كفتها ديال الغنم يا الخوت. المهم راه وجدت البلاصه اللي غادي ندير فيها انا الباربيكيو، باقي ما شريتش انا داك الباربيكيو كبير، كنت معول باغي نشري اليوم الساعه ما لقيتوش اليوم، ما لقيتوش، خاصني نمشي لواحد البلاصه اخرى، ما عندناش الوقت، حيت اختها حتى قالت لنا على غفله، قالت لنا انا جايه عندكم صافي باغا تجي. خدينا واحد واحد الفاخر كيكون بالزربه كيدار، نوري عليكم الخوت هذا كيكون في هاد البواط، هذا فيه الفاخر فيه كلشي هذا صافي. هذا هو اللي غادي نشوفو بيه، شريت جوج، غادي نديرو شويه ان شاء الله، غادي نديرو كفته، غادي نديرو ستيك، غادي نديرو بزاف الحوايج، غادي ناكلهم الفجر لحقاش كاين الصاد ديالو بصح الصاد الصاد. المهم خليكم معنا الخوت، اخليوها على الله، راه غوفلت، راه شفتي كومونتير قال لك نقص منها، كاين اللي كيقول لك لا ما تحيدهاش خليها. المهم عما قريب ان شاء الله راه غادي نحيدها كاع كامله، لا غادي نبغي نمشي للمغرب ان شاء الله عما قريب. المهم خليكم معنا. المهم الخوت هذا هو الباربيكيو اللي بدينا فيه، ما كنتش عليك كنت باغي ناخذ داك ديال الشوا الخوت بحال هذا اللي كيبان لكم، مي ملي هذاك المحل اللي مشينا ليه ما لقيناهمش فيه ما بقاوش، وشريت غير هادو ديال عدي، هادو كتستعملهم كتلوحهم، شريت منهم جوج وحطيتهم على هاد الكراسه، اصلا كنا غادي نلوحهم هاد الكراسه واخا غادي يكحالو من تحت واقيلا يمكن، اصلا غادي نلوحهم انا اصلا. اليوم قلنا لكم هاد المناسبه ديالنا قبل الاخت ديال لويز جات وتفاجاتنا الصراحه، درويشه بزاف ما نكذبش عليكم، وهو الحاجه اللي كانت خلعتنا اليوم وهي الطوموبيل ديالها، عرفتي راه كانت عامر العاب الاميره، عامر انا تخلعت تبارك الله، عرفتي يعني بزاف كنت باغي نصورها، قلت ماشي مشكل خلي صافي. كاين اللي كيقول لي بان علاش لويز كتقول لنا بان هي اللي عند والديها وداكشي ما عندهاش عائله اخوتها وداكشي، راه فعلا هذه الاخت ديالها من امها وما كتجيش بزاف هنايا، ساكنه هي في انجلند يعني حدا لندن حدا المدن اللي تما، وبعيده عنا بزاف تقريبا واحد 3 سوايع ولا شي حاجه، مره فاش كتجي. العمر ديالها 30 عام، راه كتشوف الناس اللي سولوا العمر، راه العمر ديالها يلاه درنا عيد ميلاد ديالها عقلتو فهاد شي 3 سيمانات هكا في مارس، كان عيد ميلاد ديالها ديال 30 عام، عندها 30 عام الخوت، كبر مني بعام، انا في هاد الشهر ان شاء الله نكمل 29 لبر الله. هذا اللي كاين الخوت، شنو اللي عندنا في هاد المسائل هادو؟ عندنا ستيك وهذا اللي باقي طيبوها نحيدهم دابا، عندنا الكفته وعندنا الصدر ديال الدجاج، وعندنا واحد القطبان تما كفته، والكفته اللي عندنا دايرينها حنا الوراس ديال الغرمي، وهادو كلهم بحالنا راه الخوت. وضع يا بسم الله بارك عليهم بيلون حط الكتابة اختها دابا مع اميرة كتلعب مع درويش، درويش الله يعمرها دار الاخت ديالها، الله يعمرها دار، شكرت عليكم داك النهار الخوت صراحة، ما نكذبش عليكم انا عزة عليا بزاف وحد الله، ظريفة ظريفة بزاف، وعزة على اميرة لواحد الدرجة ما كتصورش. هلا يا وسط ماشي Why are you saying Anna? I made it. You just made it warm. سمحوا لنا الناس اللي شاهيناهم، سمحوا لي انا الصراحه الناس اللي كتوحموا ولا شي حاجه عندنا ما ندير اتيني لا بلاتي شويه لا لا حد ديالي بغات تاخذهم كيف تبارك عليهم اجي لا شويه لا 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 I don't like it really really dry I like it a little bit pink. لويز ما كتاكلش اللحم طيب بزاف صافي صافي لا باقي شويه باقي لا 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 نو كوز اتس غون بيرن اند اي دونت لايك ات كوم اون كنت بغيش طيب بزاف شكرا بلاتي انا جيبي لي داكشي الاخر هاك صافي صافي ناخذ دابا الكفته هذيك الكفته ديال الغرمي بسم الله بنينا يقول لي تبارك الله تبارك ان شاء الله هذا لويز اللي قاداته مع الخوت Put some over the other side because I got kebabs to go on as well. Put them over the, that side. Then I give me the qutban. Atani. So the qutban. So I'm going to give you the khush. Okay.
كنا حيدنا اليوم هاد العود هذا الاول حيدنا العود لا لا غادي تحرق keep it on please يخلي غادي يتحرق هاد العود انا كي قال لي انا الراس ملي يتحرق يقول لي والو انا shut up غادي يتحرق shut up مين شاتها ها نقول لك شي you wish ايوه عندك كاما ها هات شوف 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 ويس 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 واحد شوش ثلاثة مومن بروك صافي المهم انا رميت الخوش هادو هاد الكفته هذيك ديال الغنمي وحده ديال بكري البلاصه فين غادي نجلسوا ان شاء الله انا غادي نوريكم قرب كاميرا درنا هاد الجلسه هنايا في الجردة بعد المخاد كانت شراتهم لويس كانت وراتهم لكم في واحد الفيديو راه ما عادش شحال كانت خدات لواحد تقريبا بقى بشي 100 ريال لواحد ولا ما عادش شحال كانت خدات هاد المخدات وهذه جبتها الاميره تلعب بها دابا شوية صافي الالعاب دابا كل الالعاب دابا جات رضا انا بغيت نديرها بحال هكا كل الالعاب على قبل بنتي داكشي علاش فهادو العائلة تعالى مشم المهم الخوت هادو راه شفناهم دابا واخا خداو منهم دابا شوية ما قدروش يبقى حيت بقاو بالجوع ستيك بقاو منه ثلاثة دابا لويس راه دارت هادو وجداتهم كاع انواع الفرماج وشوية ديسير زوقات به خوت واحد المعلومة باغي نقول على قبل هاد الفرماج هذا راه عندهم كياكلوه بزاف هنايا كيبغيوه عرفتي شنو هو هذا الخوت هذا فرماج خاسر فرماج غمل وخاسر هذه غمولية كيقول لك هذا واعر وكتباع غالي عندهم هنايا ما كنحملوش انا ما نكذبش عليكم خيت هكا تبغي داكشي علاش جبناه وما كنحملوش ما كنحملوش هذا فرماج غامل الخوت هانت غامل غامل هذه غمولية اللي كتبان لكم هذا فرماج حمر غمل وهادشي كامل اللي كيبان لكم راه غمولية وكيقول لك راه هذا هو واحد المذاق زوين وكيتباع عندهم غالي وكيشريوه علاش الله اعلم راه الناس البريطانيين انا عارفينو شي دول اخرين راه هما عارفينو في المغرب الله اعلم واش كاين الله اعلم حيت انا بعدا بالنسبه لي انا كنهضر على راسي عمرني شفته وعمرني كليته وما كنبغيش ذقته واحد النهار غير شويه جاب لي تقيه حاشاكم الخوت هذا فرماج حتى هو هذا فرماج هذاك فرماج هذا هما اللي مزيانين اللي كناكل انا العادي اللي بعقلهم هذا ما عادش شنو هذا الشيء هذا الخوت باقي لحد الان كنقول انا المهم الخوت راه وريتكم هذاك الفرماج حتى هو شي من الباربيكيو راه كملناه غنشوف دابا ناكلو ان شاء الله سو لويس هابي تو اي نيد تو بي ان ماستر شيف قلت له واش خاصني نكون في ماستر شيف انا طيب لهذا الشيء ها والله علاش ولا اجي قول لي علاش ولا I made them. You just put them on the barbecue. قالت لك هي اللي دارتهم نصباتهم وقداتهم وانا غير حطيتهم في هذا في فدك شوية علاش؟ I made them, you just put them on the barbecue and took them back off again. So it's the same, so I cooked. Not really. قلت لها انا اللي طيبتها قلت لك لا، علاش؟ علاش؟ I made them. سيت in Arabic. انا كنت طيب. اشنو طيبتي؟ كفتة. What we call it? What we call barbecue? شوا. شوا. هكاك. So what we have, say it in Arabic. كفتة ديل. لام كفته ديال اللام كفته ديال الحولي كفته ديال بيف كفته ديال البقري ستيك ستيك فرماج فرماج تشيكن تشيكن دجاج دجاج ديال بيري بيري يلا صافي راه على واحد الحاجه الخوش والله العظيم حتى كنبغي نبين ختها راه والله حتى كنبغي نبين ختها حتى لاخر لحظه وكنحبس علاش راكم عارفين الخوت راكم عارفين راه بنادم حدك تما راني عارفك انا ما كنهضرش على كل شيء ولكن كنهضر على واحد النماذج الخوت راه بزاف راني عاود نقول لك نقولها بزاف في الخطرات علاش انا كنعاودها على قبل الناس اللي الله كيتفرجوا كيقولوا واه علاش ما باغيش تبين خاتي علاش راه حار الام ديالها كانت كتبان معايا الخوت ومشاو هضروا معاها والام ديالها راه مزوجه الام ديال مدام اللي هي النسيبه ديالي مزوجه وقالوا لها طلقي راجلك وتزوجي بينا ولا شوفي معايا ولا هذه بزاف ميساجات جاوا لهذا كنبغي نتفادى هذه الامور هذه واختها ظريفه ظريفه بزاف واحد الدرجه اللي ما كتصورش وعذروني وحق الله والله تعذروني داكشي علاش ما كنبغيش نبينها
That's why I don't want to show your sister, because you know, too many messages again, they will start sending her and stuff like that. So, خوسة ما بغيتش نبينها غير سمحوا لي راه كاين واحد ما ديش الخوت راه يلقاوه يلقاوه راه واخا دابا مخبيها والله حتى غادي يلقاوه انا متاكد غادي يلقاوه واخا هكاك ولكن غير ديك القضيه ديال نتفاداو الامور ما بقاش انا كنا كن حيت انا ماشي عليا انا ما كيعاتبونيش انا كيعاتبوا الدراري ديالنا ديال المغرب وملي كتعاتب الدراري ديال المغرب انا كنحس بالنقص اقسم بالله العظيم كنحس بالنقص ملي كيهضروا خايب على الدراري ديال المغرب علاش كيديروا هكا وكيبداو يضحكوا عليهم كضربني النفس وحق الله كنقول لهم لا راه شي ما ديش لا ديك لا هذه كيضرني خاطري الصراحه لهذا عذرونا الخوت ما كنبغيش نبينها داك الشيء علاش وشكون قال ان شاء الله من بعد تقدر تبان شي حاجه بحال هكا لحقاش هي ديجا غادي تجي معنا حتى ان شاء الله المغرب غادي نشوفوا شي بلان بحال هكا حتى الا جات معنا المغرب راه ضروري غادي تبان معنا ضروري ضروري لهذا دابا خلي بلاد شويه حتى نفهموا هذيك القضيه مزيان حيت ديجا كانوا شحال هذه كنصيفط لها ميساجات شحال درا قلتها لكم ولكن دابا راه قلبوا عليها ما قالبين عليها ما عارفيناش دابا وداك الشيء لهذا بغيت انا نتفادى ديك القضيه لحقاش انا ملي كيعيروا بلاد الشعب راه كيبقى فيه الحال ماشي كيعيروهم خايب كيضحكوا عليهم كيضحكوا عليهم وداك الضحك الناقص صافي سلامه شكرا وليدك اي كان جو ناو شكرا وليدك يو ار سي سامثينغ نايس مي اني كان جو كان بريك يلا سير شويه قلت لك شويه على المهم الخوت هذا اللي كان حاليا شكرا لكم بزاف تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وما تنساوش كنتمنى تفهموني في هذيك القضيه اللي قلت لكم راه والله حتى كنبغي نبينها وهي ما عندهاش مشكل دابا حاليا ولكن حنا غير ما بغيتش انا ديك القضيه ديال بنادم يبقى عاوتاني يهضر حيت عندنا واحد من البشر واحد النماذج الخوت ماشي كلشي عندنا واحد الفئه اللي خايبه بزاف لهذا باغي نتفادى هاد الامور هذه المهم هادشي اللي كان الخوت شكرا لكم بزاف تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع السلامه